السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذ السنة الثانية متوسط. اليوم بإذن الله راح نحلو مع بعضنا صفحة 101. أوكي، صفحة 101. أوكي، سو هنا برك نفهمكم في التعبير هذا اللي راح نكتبوه هنا، يا اللاتر هذه اللي راح نكتبوها هنا كيف وش هي. أوكي، سو هنا عندي ناصر ماي تونسيان فريند، ناصر هو صديقي من تونس. Is overweight. هو سمين. He wants to know what kind of diet my Algerian dietitian. قال لك هو حاب يعرف النوع تاع الرجيم اللي الجزائريين يتبعوه. Because he wants I have the same problem. هو على باله بلي أنا يا ثاني سمينة. أوكي، عندي نفس البروبلم تاعو هو. I am going to send him a detailed email in which I explain my doctor's dietary advice. راح تبعث له رسالة تكتب له فيها واش قال لها الطبيب، النصائح اللي عطاهم لها الطبيب في الأكل وفي النوع تاع الأكل، في النوع تاع الإكسرسايز. أوكي، راح تبعثها له. And recommendation about food and exercise. الأكل والرياضة. I am also going to send him a weekly diet. راح تبعث له حمية أسبوعية، بلان، مخطط تاع الحمية أسبوعية. and typical daily menu، يعني تبعث له قائمة المثالية تاع الطعام تاع الماكلة يعني، وتاع الرياضة كما ها كما هذا كما البلان هذا اللي كنت حليته لكم المرة اللي فاتت. اللي ما شافش الحل تاع هذا الدرس صفحة 98 يلقاه في أول تعليق ولا أسفل الفيديو. أوكي اوكي. از اتاتشد دوكيمنت، هنا عطانا هذا نسق لايوت لازم تتبعوا باش يجي الترخيص تاعك مرتب. اوكي، سو راح نبدا نقول له هالو ولا دير ناصر. لازم نقول له دير ناصر ولا هالو ناصر. نهضر على لا كيما الصباح واش ناكل في الغداء في العشاء، ونذكر الويك دايز. اوكي، زعما بالترتيب كيما درنا هنايا في هذا النص تاع 98. اوكي، راهو نفس هذا الرساله اللي راح نكتبوه، ما كان حتى حاجه يعني واعره. I talk about exercise activities. راح نهضر على التمارين الرياضيه اللي نديرها during خلال الويك دايز ولا الويكندز. اوكي، وبعدها نقول له I express my best wishes. هنايا راح نقول له مثلا keep in touch، يعني ابقى على اتصال معي. all the best، نتمنى لك الخير. نكتب اسمي هنا ونكتب له هنايا، هذه راح نكتب له، راح نقترح عليه دوكيمنت. لازم نكتب له دوكيمنت. واش نقول له؟ نقول له find attached to documents weekly diet plan and a typical daily menu. زعما ابعث لي انت ثاني المخطط اليومي تاعكم باش نقراه. اوكي، سو نبداو على بركه الله. نروحوا للتعبير. ها هو التعبير. هنا يديروا بوز فقط وكتبوا، ها ديروا بوز وكتبوا، زيد ديروا بوز هنايا وكتبوا الجزء الاخر. اوكي سو نبداو على بركه الله. دير ناصر، عزيزي ناصر، I am sending you a detailed and typical daily menu that should be balanced. قلت له راح نبعث لك ديتيل نتاع القائمة اليومية النموذجية that should be balanced، التي لازم تكون متوازنة. اوكي، the typical daily menu for lunch. قلت له القائمة اليومية النموذجية نتاع الغداء for lunch نتاع الغداء هي is السلاد، سلطة. اوكي، لاتوس، توماتوز، اوليف اويل اند ليمون. اوكي، as a starter، يعني في كبداية هذه في الغداء نبداو زعما بالسلطة. اوكي، and for the main course، يعني الطبق الرئيسي. هنا يعني غلطت، استنوا دقيقة راستيلو. لا هذاك هو، هنا دوختني هذه الفاصلة فقط، نحيوها هذه الفاصلة. اوكي، قال لك and for the main course، يعني الطبق الرئيسي.
is هنا and نحوها ديرو is. Is a grilled turkey escalope يعني مشوي نتاع تركي نتاع الداندو شريحة تاع الداندو. اوكي on Saturday يعني نهار Saturday. بعد دير نقطة. Monday and Wednesday قلت له في شوف on Saturday Monday and Wednesday. اوكي صافو قلت له شوفو قلت له راني دوختكم على بالي ما كان لها تعلقوا تقولوا لي ما يسرك دوختين. اوكي سو هنايا الطبق الاول هو فور لانش الغداء هو سلطه صاي كتبت لكم بين قوسين زعما فيها سلطه خضراء وفيها زيتون فيها زيت الزيتون وفيها الحامض وفيها الطماطم. سو فور ذا مين كورس قلت له الطبق الرئيسي هو مشوي تاع شرائح تاع الداندو الديك الرومي on في نهار Saturday وMonday and Wednesday. ديروا نقطة. and chicken leg on وقلت لها فخذ تاع الدجاج on Sunday Tuesday and Thursday or ولا في بلاصة chicken leg ناكلو two boiled eggs instead of meat. اوكي قلت له ناكلو زوج بيض مغلي بدلا من اللحم. اوكي زعما كي ظل ما عندناش لحم ناكلو العظام مغلي. فور دينا فيجيتابل سوب زعما شوربه تاع خضره اند جريلد فيش. وقتاش جريلد فيش؟ ات ويكاند. اوكي في الويكاند ناكل الفيجيتابل سوب والجريلد فيش المشوي تاع الحوت نهار الجمعه والسبت. فور ديزرت كطبق حلوى فور ديزرت وان فروت يعني فاكهه واحده فقط. واش هي؟ يا ناكل ان ابل ولا ان اورنج ولا اور وان ستروبري. اوكي ستروبري هو العنب. concerning drinks زعما كي نجيو نحكيو على المشروبات you should drink only water الماء برك وتكتب هنا or herbal tea يعني الشاي الاخضر. اوكي herbal tea. at breakfast you should have tea تشرب التاي نحن نشرب القهوه كحله. اوكي skimmed milk اورنج جوس زعما سكيمد هذه معناتها حليب منزوع الدسم ما فيهش الدهون بزاف وعصير البرتقال. يو شود اكزرسايز لايك ستريتشينغ كيما التمديد وتكتب انت هنايا بعض الرياضات مثلا تقول له ستريتشينغ اند رايدين ذا ستيشنري بايك الركوب على الدراجة الثابتة انت اكتفي بهذه فقط. اوكي during weekdays خلال الايام الاسبوع زعما يلعب هذه يلعب هذه الرياضة يمد اعضاءه في خلال ايام الاسبوع. اوكي and jogging ويركض ولا يجري ولا يركض in the morning في الصباح every weekends كل صباح في ايام الويكند. اوكي هنايا keep in touch يعني ابقى على اتصال معي with all my best wishes نتمنى لك كل الخير. اوكي هي تكتب اسمك في الاخر راح تقول له please زعما اخر نص بوست سكريبتم اللي هي هذه هنايا ها هي هذه. اوكي في اخر نص راح نكتب له هذه اللي هي هذه. اوكي هنا ما نكتبوش نرمو هذه بي اس. اوكي سو بليز فايند ويكلي دايت قلت له بليز قلت له ارجوك القى الويكلي دايت اند تايبيكال ديلي منيو والقائمه النموذجيه نتاعكم تاع كل يوم از اتاتشد دوكيومنتس
كملف مرفوق. اوكي ساو قالت له هنايا حط نتايا بعث لي الويكلي دايت نتاعكم. اوكي الحميه اليوميه ساو هذا فقط، نتمنى فقط الخط راه واضح على ما اظن. اوكي ها ساي الى اللقاء.